أما الفنان ده ولا الجماعة قال واحد سجد لي ولا واحد سجد لي ما بعرف إلى آخره. الفنان ده نحن والله قبل فترة سمعنا عنه خير، وزول بيغني اسمه محمد النصري ولا منو، قال أنا قبل واحد ذكر لي الكلام ده، فأنا ما عارف القصة دي ثابتة ولا ما ثابتة، لكن لو ثابتة أو ما ثابتة نحن في النهاية السؤال جانا بنعلق ومن غير ما نظلم الرجل. أنا سمعتها قبل فترة، مشينا الشمالية فشغلوه في البص واحد الجميدة واحد من أخواننا الأفاضل نحسبه والله وحسيبه، فذكر لي قال لي الزول ده قبل كذي في واحد سجد له ولا دار سجود له، قال لي قال لي شاكله أو كلمة بالنحو ده ودار يقبل اليد وكلمة زي دي. فأنا يعني المسألة دي أكبرتها فيه جزاه الله خير من ناحية دي. نحن ما أخذنا عليه الغنى ده اللي بيغني والربابة والحاجات دي والعود الشايل ده، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ما بتجوز في الشريعة. إمام مالك، الشافعي، أحمد، الأحناف وغيرهم، ابن عباس قبليون، كلها في غاثة الأهفان لابن القيم رحمه الله تعالى بتلقى كلام أهل العلم في الغناء وأنه لا يجوز وأنه محرم، وذكروا أدلة على ذلك، ونحن ذكرنا الآن دليل من الأدلة، وفي القرآن كثير. الله قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ابن كثير نقل أن لهو الحديث هو الغناء، فما بجوز في الشريعة. وديل ذاته لو قال لهم براك ونيتوا الغنى ده حكمه شنو في الشريعة؟ بنات وأولاد مرقصوا سوا وموسيقى شغالة وديل بيتمايلوا واختلاط ونظرات وتبرج إلى آخره، والكلمات التي تقال والتي فيها، في فنان واحد بس وروني على وجه الأرض دعا الناس للعبادة والتوحيد والصلاة والاستغفار إلى آخره، لقاكم فنان قاعد يغني قال وما تنادوا الشيوخ ونادوا الله والشيوخ كذا وما تعلقوا الحجبات، لقاكم فنان زي ده؟ ما في كل دعوة للفجور وكل دعوة لشنو كذي ما بعرف، لقيت لي ظبية وشنو ظبية قصدها بها شنو انت، والقمر سرحاني توه وما قصده القمر انت ما عارف قصده شنو، وما بعرف ايه، ويا ريس وقف المركب خلي الشباب يركب، دار يغرقهم معاه المجرم، انت موديهم وين الشباب؟ وقبل ما يركبوا المركب الله يستر عليهم خلي دار تركبوا المركب موديهم وين، وبلاوي كثيرة وإلى آخره. ولقيته في البياع وشنو بعد شوية وذاته الفنان اعترف قال اتقطعت جوا جوا، والله ما شفته براو حتة حتة قال اتقطعت مرة واحدة، قال ما ألم في النهاية ألم زاي غاشين نفسهم ما مشكلة، واقع في مشكلة ما جايب خبر انت عارف، ونبدأ من الصفر انت خاشي سالم انت قال ماشي بالموجب انت ماشي ملخبطة والصفر، وعمك العجوز داك برضو لاميهم بيجاي ثلاثة بنات وبيجاي أولاد، وهايل يا فهيمة وخطر يا زحل ولا شنو ويا ود يا فلان، يا عمك انت ما تمشي الجامعة تستغفر وتعال قابلني، والله لخبطة ساي. طيب فما بجوز فنان ده يتوب إلى الله. أما السجود لغير الله ده كفر شرك بالله تعالى، والله السجود لله كما سبق في الآية واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه شنو تعبدون، ما بجوز السجود لا لشيخ لا لقبة لا لقبر ولا لغيره، ونحن والله نحرص على يعني تبليغ الناس دين الله سبحانه وتعالى ونخشى عليهم من عذاب الله. جزاكم الله خيرا جميعا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا خليهم نجيهم فجأة ما يقوموا يجون ذاتهم، ونحن ذاته بنجينا الله يستر علينا بعد شوية نقلب. جزاك الله.